कल का जो सबक है चार दर दुआ का मखरज कल से आप कल आपको पढ़ाया तो वो सुना चार दर दुआ का मखरज जबान की नूस है अलिया की जड़ चार दर दुआ का मखरज जबान की नूस है अलिया की नारा जैसे सिम साफ का मखरज जबान की नूस है मैं सुपला की नारा मार्ग तिसास रहा अलिया की फाकम मखरज सना अलिया की नारा और नीचे कोर के तरी वाला हिस्सा बाकी मखरज दोनों के तरी वाला हिस्सा मिलकर मखरज दोनों के खुशी वाला हिस्सा या वाव गन मत्ता का मखरज दोनों वर्ड जबकि ना तमाम मिले सत्रह मखरज खैशु में आने का वासा यहाँ से नून साकिन तनवीन इकलाब फायर नून साकिन नून साकिन तनवीन का इदगाम है ना किस नून साकिन और तनवीन का इदगाम है ना किस इकलाब फायर हकीकी और मीम साकिन का और मीम साकिन का इदगाम शफवी इफाय शफवी नून मुशन में मुशद में क्या गुना लगा होते हैं माशा بسم الله الرحمن الرحيم تاء دال طاء كا مخرج زبان کی نوک اور ثنا اولیاء کی جڑ تاء دال غا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا اولیاء کا کنارہ ز سین صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ ما کو جتے سر ثنا اولیاء کے فا کا مخرج ثنا اولیاء کی نوک اور نیچے کے ہٹ کی طرف ثنا اولیاء کا کنارہ ثنا اولیاء کا کنارہ نیچے کے ہٹ کی طرف والا حصہ बा का मखरज दोनों होठों की तली वाला हिस्सा नीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा वाव जो है मद्दा का मखरज दोनों होठों की दोनों जब के न तमाम मिले आखिरी मतलब सत्रहवा मखरज खैशुम यानी नाक का भाषा वहां से नून साकिन तनवीन यानी इदगामे ناقص ادغام ناقص اخلاق اور اخفاء حقیقی اور مین ساکن کے اور مین ساکن کے اخفاء شفوی اخفاء حقیقی ادغام شفوی اخفاء شفوی ادغام شفوی اخفاء شفوی اور نون مشدد کے غنہ دادا نون مین مشدد کے نون مین مشدد کے غنہ دادا ہوتے ماشاء اللہ آج کا ہمارا سبق چوتھا سبق आप हजरात सब जानते हैं कि मखारिज ये हरूफ मखारिज ये हरूफ हरूफ के मखारिज को याद करने के बाद उसको तदबीक अमल के जरिए से महफूज किया जाता है और उसका तरीका यह है कि हरूफ को मश्क किया जाए उसकी मिसालों के साथ तो मखारिज के बाद आज का सबक हमारा तदबीक अमल का है और तदबीक अमल के साथ मिसाले कुरान की हरूफ के साथ मिसाले बयान होंगी सबसे पहले है अलिफ 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 बा 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 تطبیق عمل تطبیق عمل با با بو بو بی بی اب 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 مثال مثال ابواب ابواب با با بو بي أب أب إب أب با أب با أب با أب بو أب بي نساء أب وا أب وا با أب وا با با بو بي أب إب أب أب أبي أب مثال أب وابا تا تا تو تو تي تي أت 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 تا کے اندر صفت حمز صفت حمز صفت حمز کے معنی ہے ہوا تھوڑی سی خود کو محسوس ہو
ہو ایسی ہوا کو ادا کرنا ات 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 مثال مثال ات رابع ات رابع ات رابع ات رابع مثال ات رابع تا تي تو ات 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 تي ات تو مثال ات رابع ف ف ثو ثو في في أس 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 مثال 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 يس ريب يس ريب يس ريب يس يس ريب ريب تا سي تو أس أس إف مثال أس أس أتسي أسو مثال يس ريب يس ريب يس ريب سا سي سو أس إف أس أسا أسي أسو مثال يسرب جيم 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 جا جا جو جو جي جي أج أج أجو أجو أجي أجي أج أج إج إج أج أج مثال مثال أجرون أجرون جيم جا جو جي أج إج أج أج أجو أجي مثال أجرون أجرون جا جي جو أج إج أج أجا أجي أجو مثال أجر ح ح حو حو إي حي أح أح ح كي أندر أواز جاري رهي أواز جاري رهي أح أح أحو أحو أحي أحي أح أح إح إح أح أح مثال مثال أحقاب أحقاب ح حو حي أحا أحي أحو أح إح وح مثال أحقاب ح حي حو أح إح أح أحا أحي أحو مثال أحقاب خا خا خر خر کی آواز نہیں آنا چاہیے خا 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 خو خو خی خی
أخ 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 إخ إخ مثال مثال أخرج 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 بلو خ خي خو أخا 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 أخي أخو أخ أخ مثال أخرج خا خي خو أخ إخ أخ أخا أخي أخو مثال أخرج. آج کا یہ سبق تدبیر کے عمل کا ہے. تدبیر کے عمل یعنی جو مخارج ہم نے یاد کیے ان حروف کو روزانہ اس کی مشق ہونا ضروری ہے, اور جب تک اس کو مشق نہیں کریں گے مثالوں کے ساتھ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے صرف مخارج کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے. مخارج اس لیے ہے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. اب جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہم نے مخرج یاد کیے, اب اس کو اس جگہ سے ادا کر کے بتانا اس کو کہتے ہیں تدبیق عمل. اس کی مشق کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور جو اس عمل پر اس طریقے کو اپنائیں گے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ تجوید کے اعتبار سے مہارت تامہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم تمام کو اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا